تأهل وادي دجلة إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد أن حقق فوزا صعبا على نظيره طنطا بهدف نظيف في دور 16. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسام عرفات قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بدون أهداف. كان عصام الحضري غاب عن اللقاء حيث فضل أحمد حسام ميدو المدير الفني إراحته عقب عودته أمس من الجابون بعد المشاركة مع الفراعنة في الكان الأخير.